السلام على رسول الله. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس القمة الإسلامية 13، رئيس الاجتماع، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو دولة الدكتور رامي الحمد الله رئيس مجلس وزراء دولة فلسطين، أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية أن أتقدم باسم منظمة التعاون الإسلامي بخالص التبريكات لجمعكم الكريم وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا، وقد التأمت جراح أمتنا وتوحدت كلمتنا وتراصت صفوفنا قولا وعملا لما فيه خير ورفعة عالمنا الإسلامي. كما أعرب عن شكري العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية رئيس القمة على دعوته لهذه القمة الاستثنائية واستضافة الجمهورية التركية لها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن منظمة التعاون الإسلامي وهي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتجتمع نصرة للقدس الشريف تشيد بالمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لقرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس اعترافا بها عاصمة مزعومة لإسرائيل. وفي هذا الصدد نستذكر بالشكر والتقدير القمة الإسلامية الطارئة التي عقدت في ديسمبر الماضي في إسطنبول ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية بإطلاق قمة القدس على القمة العربية التي استضافتها الظهران في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، واجتماع وزراء الخارجية للدول الإسلامية في دكة عاصمة بنغلاديش في 5 و 6 من هذا الشهر، وأخيرا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد ليلة البارحة. إن القدس الشريف والشعب الفلسطيني المرابط يحتل صدارة أولوياتنا أولويات دولنا العربية والإسلامية، وفي هذا السياق أنتهز الفرصة للتعبير عن عظيم امتنان وتقدير المنظمة التعاون الإسلامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موقف بلاد الحرمين الشريفين الدائم والثابت من ثالث الحرمين الشريفين، والشكر موصول للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية وحماية الأماكن المقدسة في القدس بصفته صاحب الوصاية عليها، وهو دور يجب الالتفاف حوله في مقابل مزاعم الوصاية الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. كما أثني على الجهود القيمة لجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية في دعم صمود المقدسيين بصفته رئيسا للجنة القدس والترحيب بالمهام التي تطلع بها وكالة بيت المقدس. لقد بذلت دولة الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جهودا مشكورة ومقدرة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، والتي تجلت مؤخرا في دفعها بالمبادرة تلو الأخرى على طاولة مجلس الأمن وتقديمها مشاريع قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، وكان آخرها مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. وتقوم جمهورية مصر العربية بجهود كبيرة ومشكورة لمساعدة الفلسطينيين في غزة، وتستقبل وتقدم مختلف المساعدات العاجلة لجرح العدوان الإسرائيلي عبر معبر رفح البري. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن آمال أمتنا الإسلامية وأفئدة شعوبها تنتظر تحركا إسلاميا حقيقيا عاقدة آمالها على ما ستتخذه هذه القمة من مواقف وأجراءات عملية وفاعلة من أجل وضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي المفتوح ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. وإننا إذ نجدد رفضنا وإدانتنا لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لدولة إسرائيل وإقدامها على افتتاح السفارة الأمريكية فيها بتاريخ 14 مايو هذا الشهر، منتهكة بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإننا نؤكد على عدم قانونية هذا الإجراء الذي إن صنع واقعا فإنه لن ينشئ حقا ولن يكتسب مشروعية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن التحقيق الدولي في الجرائم النكراء التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية يوم 14 مايو
وذهب ضحيتها أكثر من 60 شهيدا ونحو 3000 جريح، هو مطلب ملح وعادل، وأن نتائجه ستؤدي إلى مساءلة المعتدي وعقابه، وهما سيعني بالضرورة وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي وتخليها بوضوح عن مسؤولياتها المحددة بموجبه، ولا سيما ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن ضمان أمن وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت نير الاحتلال. ومن هذا المنبر تؤكد منظمة التعاون الإسلامي على أهمية العمل فورا لإنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يتزامن هذا الإرهاب الإسرائيلي الخطير مع مرور 70 عاما على النكبة التي جسدت بداية الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، ليعاني على مدى 7 عقود من الاحتلال والاضطهاد والتهجير والتطهير العرقي. ونؤكد في هذه المناسبة على المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي تجاه إيجاد حل عادل لقضية فلسطين في كافة جوانبها، بما في ذلك مسألة اللاجئين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. إن حل الدولتين الذي نسعى ونتطلع له من خلال تطبيق المرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية التي تتبناها منظمة التعاون الإسلامي، وما تزال تجسد أملا واعدا وفرصة تاريخية وواقعية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الذي تنشده شعوب المنطقة. وعليه فإننا ندعو الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف وفق إطار زمني محدد من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه بما فيها حقه في تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتقدم بتحية إكبار وإجلال أرفعها من هنا باسم منظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني الذي سطر بصموده وبدماء أبنائه وشيوخه وأطفاله ملحمة نضال جديدة تضاف لسجل كفاحه المستمر في نيل حقوقه المشروعة، رافضا النيل من مقدساته ومدافعا عنها ضد محاولة سلبها بالقوة. لقد كشف هذا الشعب الشجاع ازدواجية المعايير في أسوأ صورها، ففي الوقت الذي كانت إسرائيل تغني طربا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كانت دماء الفلسطينيين تراق بآلة عسكرية لا قلب لها تقتل الأطفال والنساء والمعاقين، وكلا المشهدين يذاعان على مسمع من العالم ومرأى منه. نجدد لكم محبتنا في فلسطين، التزام منظمتكم منظمة التعاون الإسلامي بدعمكم والتضامن معكم والوقوف إلى جانبكم حتى تتمكنوا من استرداد كامل حقوقكم المشروعة في الحرية وتجسيد إقامة دولتكم الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية إن شاء الله. تقبل الله من الجميع الصيام والقيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.